احنا دلوقتي جوه اوضه عمليات الليزك. احنا ما بنعتبرش الليزك عمليه ما فيهاش دور جراحي، لكن احنا بنخلي الجو برضو فيه احتياطات التعقيم والنظافه زيه زي اي اجراء بنعمله في العين. مصطفى هنعمل له الليزك دلوقتي، احنا عملنا له الفحوصات علشان ناخد منها بيانات كتيره نحطها في جهاز الليزك بحيث انه يطلع ليزر يصحح عيب النظر اللي عند مصطفى بالظبط. ده اللي بنسميه ليزك تفصيلي، يعني هو بيطلع ليزر يصلح العيب بالظبط اللي عند المريض، ان كان طول نظر ان كان قصر نظر ان كان استجماتيزم، بما يتوافق مع الفحوصات اللي عملناها على القرنيه عنده قبل ما نعمل الاجراء. بنراجع كل البيانات اللي دخلناها لكل مريض لوحده، العين اليمين والعين الشمال، ونحط الخطه اللي احنا هننوي عليها. يعني احنا عايزين نصلح ايه بالظبط، عايزين نصلحه ازاي. كل مريض وله احتياجات معينه، في شخص بيسوق بالليل بيبقى له احتياجات معينه، في شخص عايزين نعمل له المشي والقرايه للناس اللي فوق ال 40 سنه، كل دول بنحط لهم الخطه الاول قبل ما نبتدي نعمل الاجراء. كده خلاص احنا دخلنا المقاسات، تعالوا نشوف العمليه نفسها هتمشي ازاي. افتح عينك، مفيش حاجه، بص في النور الاخضر، شايف النور الاخضر اللي قدامك بينور ويطفي، ركز فيه على طول، بص في النور الاخضر، برافو عليك. بنغسل العين، دي قطرات كلها ميه، بنغسل العين وننشفها، مفيش حاجه خالص بتوجع. خليك فاتح عينيك الاثنين والعين اللي تحت الغطا كمان مفتوحه. الاجراء زي ما احنا شايفينه كده بيعمل من غير مخدر خالص، مجرد قطره بنحطها للمريض مره او مرتين قبل ما نخش، وهو مبقاش حاسس بحاجة، ولما بيبقى متفاهم ومطمن لينا واحنا بنعمل مبقاش قلقان قوي، مبقاش متوتر، مش حاسس ان في حاجة الحقيقة متعبة يعني. والليزر دلوقتي بيعمل التصحيح، كده خلاص الليزر اللي المفروض يتعمل خلص. الأجهزة الجديدة الحقيقة بقى فيها إمكانية كويسة قوي، الوقت اللي بتعمل فيه التصحيح بقى قصير جدا، يعني العملية على بعضها في كل عين ما بتاخدش دقيقتين بكل الإجراءات. الليزر نفسه بياخد حوالي 30 ثانية تقريبا أو أقل حسب الدرجة، زي ما شايفين كده في الحالة هنا الليزر على بعضه ما خدش 15 ثانية تقريبا. وبنحب ساعات نحط عدسة لاصقة وقائية كده حماية أول يوم علشان المريض. بص قدامك على طول، احنا خلاص خلصنا، خلاص خلصنا العين الأولانية، بنعمل العين التانية على طول، واحنا بنعمل العينين الاتنين دايما في الليزك في نفس المرة، لأن الإجراء زي ما احنا قلنا بسيط وما بياخدش دقيقتين في كل عين، فما فيش معنى إن احنا نأجل العين التانية المرة كمان. خلصنا العين التانية زي ما احنا شايفين كده، الإجراء على بعضه ما بياخدش وقت، المريض ما بقاش حاسس بحاجه، متعاون معانا، بيبص معانا في الاتجاه اللي احنا عايزينه. غمض عينك، افتح، غمض عينك، الحمد لله على السلامه، خليك زي ما انت، اقفل عينك، غمض وفتح كتير، ما تزورش على عينك قوي، ما تقربش ايدك من عينك، بتطلع شايف كويس على طول، غيامه خفيفه بتروح خلال ساعتين، هترتاح شويه في الاستراحه، هيقول لك التعليمات واجي اطمن عليك قبل ما تمشي. الحمد لله على السلامه.